اللي ما راح يصوت لي لانه ما انه معتبرني سويدي 100%، انا ما بمثله يعني وما بتمنى انه يصوت لي يعني. أنا مواطن هون، إني أنا عندي حقوقي، عندي واجباتي، عملت كل شيء علي لازم أساويه، وبالتالي لازم أحصل على كل حقوقي. كثير ناس حوالي تعرضت لمواقف، هذا شيء موجود بالسويد، هذا شيء لازم نشتغل عليه، موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، العنف المنزلي، الأطفال بالمدارس، كل هاي يعني قصص بتهمني وبحاول كتير إني أشتغل فيها. فيك تضل ناطر أنت إنه مثلاً ببلد مثل السويد مثلاً الفئة الأكبر فيه بأماكن اتخاذ القرار هني سويديين، قد ما كان ما رح يقدروا يفهموا نحن كيف بنفكر، كيف طريقة تعاملنا معهم.